عيار. فيما تابع أبطال المقاومة في الحركة التصدي للعدوان في كافة المناطق التي كان يتواجد فيها جيش الاحتلال، وعملت حركة أمل على توفير المستلزمات العسكرية الضرورية لمقاوميها في الجنوب الذي كان يشهد غليانا وتصاعدا واسعا للعمليات والمواجهات ضد جيش الاحتلال، وأصبحت الحركة رأس حربة في المقاومة وقدمت الشهيدة والشهيد بعدما أربكت حركة الإسرائيليين وكبدتهم خسائر فادحة. أمام ذلك لجأ العدو إلى استخدام أسلوب المجازر والاغتيالات وتصفية مسؤولي المقاومة وعناصرها البارزة كالشهيد مرشد نحاس الذي اغتالته وحدة من المخابرات الإسرائيلية في بدياس عام 84. ونتيجا للعمليات الوحشية الإسرائيلية اندفع الجنوبيون للمواجهة لكسر القبضة الحديدية التي فرضتها إسرائيل على بعض القرى والبلدات الجنوبية، فأقدم المجاهد الحركي الشاب بلال فحص على تفجير نفسه بدورية إسرائيلية في منطقة الزهراني ليكون أول استشهادي يشق الدرب أمام الآخرين ويصبح رمزا لكل المقاومين الأبطال. بعد هذه العملية الرائدة انتفض الجنوب كله، وكانت العملية الاستشهادية الثانية للمجاهد الحركي حسن قصير الذي اقتحم بسيارته قافلة عسكرية إسرائيلية على طريق البرج الشمالي في صور بالقرب من مؤسسة جبل عامل المهنية، فسقط عشرات القتلى والجرحى من جنود الاحتلال. وتوالت ضربات المقاومة وتزلزلت الأرض تحت أقدام الغزاة، وكان المقاومان محمد سعد وخليل جرادي أثناءها هما المحركان الميدانيان لجميع عمليات الحركة والمطاردان من قبل قوات الاحتلال التي شنت أوسع عمليات دهم للقرى والبلدات في محاولة للبحث عنهما واعتقالهما، ولما عجزت عن ذلك أوكلت الأمر إلى المخابرات الإسرائيلية التي جندت كل طاقاتها للقضاء عليهما، واستطاعت بمعاونة عدد من عملائها في الجنوب من تدبير عملية تفجير ضخمة لحسينية بلدة معركة في أذار عام 1985، راح ضحيتها عشرات الأبرياء وعلى رأسهم القائدين محمد سعد وخليل جرادي. فثار الجنوب كله لاغتيال قادة المقاومة، ورد مقاومي الحركة بتنفيذ سلسلة من العمليات الجريئة والبطولية كما حصل في بلدة دير قانون حين اقتحمت مجموعة من مقاتلي الحركة على رأسهم القائد داود داود موقعا عسكريا إسرائيليا ضخما وحررته لساعات عدة ورفعت أعلام الحركة فوق الموقع. ونتيجة لتلك الضربات والخسائر الجسيمة والمؤلمة التي تكبدتها اضطرت قوات الاحتلال عام 1985 على الانسحاب من قرى صيدا وصور والنبطية بشكل تدريجي، فحققت الحركة نصرا كبيرا والتفت الجماهير حولها وتحول رئيسها نبيه بري إلى رمز وقائد للمقاومة. التحرير والإماء، أقول التحرير وليس تحرير الجنوب فقط، وأقول الإماء وليس إماء الجنوب فقط، إن التحرير لا يتجزأ والإنماء أيضا مرتبط بهذا التحرير اللامجزأ. أقول تحرير لبنان كل لبنان، إذ من قال أننا هنا في بيروت أصبحنا أحرار، أو في البقاع أو في طرابلس أو في أي منطقة من مناطق لبنان، طالما أن قسما منك مهما صغر هذا القسم هو تحت الاحتلال الإسرائيلي وأنت تحت تأثيره بشكل أو بآخر. إلى جانب ذلك كان الرئيس بري يعمل لدعم صمود الجنوب من خلال ورشة العمل ومسيرة التنمية الكبرى التي أرادها دعما وسندا لصمود أهل الجنوب، وشهد الجنوب في هذه الفترة ورشة إماء كبيرة لم يسبق لها مثيل لرفع الغبن والحرمان الذي ظلت ترزح تحته مدن وقرى الجنوب لسنوات طويلة. البندقية بيد والبناء باليد الأخرى، وأشرف الرئيس بري بنفسه على هذه العملية، فظهرت إلى الوجود مشاريع كانت أشبه بالحلم لدى المواطن الجنوبي، لا سيما مشروع مياه الوزاني ومياه وادي جيلو
وأبار تفاحتة وجر مياه عين الزرقاء في البقاع الغربية، إضافة إلى بناء الجامعات والصروح ومئات المدارس والمؤسسات التربوية والثقافية والصحية والرياضية. وفعلا شهد الجنوب في عهد الرئيس بري عصر التنمية بكل ما للكلمة من معنى. ومع انتخاب الأخ نبيه بري رئيسا للمجلس النيابي، تحول البرلمان إلى برلمان المقاومة والوحدة الوطنية، وأصبح يمثل كل لبنان كما أراده الإمام الصدر، وسعى لأجله ونذر كل ما يملك من أجل وحدته وكرامة شعبه. إلا أن الاعتداءات الإسرائيلية لم تتوقف رغم تنامي عمليات المقاومة، ففي العام 1993 شنت إسرائيل عملية مدمرة تحت عنوان تصفية الحسابات، راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى، إضافة إلى التدمير ونزوح الأهالي، كما عاودت عدوانها في العام 1996 تحت عنوان عناقيد الغضب، حيث شنت حربا شاملة وصلت شظاياها إلى بيروت، واستهدفت في هذا العدوان البنى التحتية ومنشآت الكهرباء والماء والجسور. وأفظع ما في عدوانها هذا كان المجازر